عودة لكم مشاهدينا من جديد. ومثل ما شفنا في التقرير عن أهمية هذه العصا بالنسبة للكفيف أو لضعيف البصر في مساعدته في أموره اليومية. عبد الله، أكيد نورة، طبعا هذه رسالة لنتعلم طريقة مساعدة والأمان لهم. ومعنا اليوم ياسر علي، وهو ناشط في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وجوري العازمي، مهتمة بالصحة النفسية والاجتماعية. حياكم الله. حياك الله جوري. حياك الله ياسر، منورينا اليوم في مساء الخير يا كويت. الله يحييك. بخير. بالبدايه ياسر، ودي تقول لي وتعرفني على اهميه اليوم العالمي للعصا البيضاء. هو يعني اول شيء لازم يعني يتعين علي اني اشكركم على هذه الاستضافه. شكر لك. هذا الاهتمام هو كل شيء له رمز في العالم. يعني مثلا الدول لها رمز الاعلام، المجتمعات لها رموز معينه. مثلا احنا بالكويت رمزنا الغتره والعقال والدشداشه ككويتيين. مثلا الاعاقه الحركيه دائما يصورونهم او يعني يحطون لهم العلامه البارزه اللي هي مثلا الويلتشير. علامه صحيح. الويلتشير. العصا تمثل رمز لنوع الاعاقه، زين، كما هي تمثل رمز لماهيه المساعده اللي احنا نحتاجها. نعم. فلما واحد يشوف عصا بيضاء يدري ان هني مثلا او هذا الشخص اللي ماسكه اما كفيف او ضعيف البصر. هذا مو معنى ان تي تساعدني دايركت، بس معناه ان انت لازم تنتبه وانا لازم انتبه. هي مو مسؤوليه من طرف واحد، هي مسؤوليه من طرفين. انا لازم اراعي انك انت موجود وانت لازم تراعي اني انا موجود. نعم ياسر، ليش العصا البيضاء؟ يعني حتى العصا اللي انت موجوده معك حاليا هم لونها ابيض. صح، قلت لي وراها قصه. اي وراها قصه. حسب معلوماتي المتواضعه عن هالمساله ان هذه العصا موحده، بحيث مثلا ممكن اشوف انا عصا سوداء. صح. ممكن اشوف حمراء، ممكن اشوف بنفسجيه. بالضبط. زين، هذه العصي لها معاني كثيره. صح. دراني انا شنو هذا؟ فلما تكون العصا ابيض واحمر، ابيض واحمر، لان لو افتحها راح تلاحظ ان في الاحمر. احنا ودنا المشاهدين يشوفون العصا اذا ترفعها في مستوى. في انواع، هي فيها انواع. أيوة. هذا النوع اللي هو ينفتح بهذه الطريقه. صح. النوع اللي عند الاستاذه ينفتح بطريقه اخرى، ولها يعني كل نوع له نوعا ما خلينا نقول استخدامه، ولها الناس اللي تفضله. فهذه قصه العصا. فالعصا موحده عشان يسهل تمييز، مثل اشاره المرور. لو كانت اشاره المرور تتغير الوانها، يعني الاخضر يصير مره للوقوف مره للمشي، راح تضيع معك السالفه. نفس الشيء. فاللون هو اللي يحدد. احنا بنقول مساء الجوري لجوري اللي موجوده معنا. ايضا بعد ودنا نتعرف معاك على تفاصيل وامور. احنا بس ودنا ايضا العصات اللي معاك بيضة، ودنا نشوفها اكيد طريقتها غير. عدل. طيب هذه العصاية تتصفط، نقدر نبطلها بهذه الطريقة. هذه ابيض ووردي. هذه فعلا هي ابيض وفيها وردي، لان هذه كاستمايز. فانا لما يعني طلبتها كذي حسيت ان ابي شيء بعد كذي يتميز فيه. بس بنفس الوقت نفس ما قال اخوي ياسر، ان احنا لازم نحافظ على اللون الابيض اللي هو لون الموحد عالميا. جميل. جوري، شنو هي مهاره التوجيه والحركه، ومتى نبدا نعلمها للاطفال؟ فعلا مهارة التوجه والحركة هي بالواقع ما هي بس مهارة، هي علم وفن وبنفس الوقت مهارة. حلو. طيب لما نقول توجه، التوجه هنا احنا نقصد من خلاله هو الخريطة الذهنية اللي انت تاخذها كشخص كفيف او ضعيف البصر عن المكان اللي انت فيه. ايش كثر تبعد عني دكتورة نورة، ايش كثر تبعد عني حضرتك استاذ، ايش كثر ممكن الباب يكون بعيد. هذا هو التوجه. اما الحركة يمكن هي بمعنى ادق الانتقال، هو ان انا شلون انتقل من نقطة الف إلى نقطة باء. جميل. بكل سهولة ويسر، تفاديا خلينا نقول العقبات. عندنا توجه، طبعا هذا يصير فيه عليه تدريب واعتياد، وانك انت تستخدم حواسك مثل السمع، انك تسمع مدى الاصوات او مدى البعد المكاني. ايضا الريحه ممكن تفرق معك، اللمس ممكن تاخذ جوله. الحركه عندنا طبعا العصا البيضاء هي يمكن اكثر شيء ممكن يكون مساعد فيما يتعلق بالتنقل. جميل. شيء وايد حلو الصراحة، ومعلومات يعني يمكن أنا بالذات أتكلم عني
توني أدري فيها، يعني ودي أستفسر منك ياسر أكثر على أن شلون هذه العصا تعزز لك أنه يكون عندك استقلالية. يعني أنت قلت أنه ممكن الأطراف الأخرى أن تشارك أو تساهم أنه تقدم لك المساعدة، أو أنها هي تتبنى أن تكون دايرة بالها على الأقل من وراء أنهم شافوا العصا. فودي تعرفني أن أنت متى تكون لا أن أنا مو محتاج هذه المساعدة، تكون أنت أكثر استقلالية. هو لو يعني هو الإنسان لازم مش كذي يعني كثر ما يقدر يوخر عن أمثلة شخصية، بس لو مثلا في حسب أن سادة مثلا سادة جوري قالت أن الكفيف شنو يسوي، أنت كشخص مبصر تشوف المكان تعرف أن هذا باب هذا ممر وهذا المبنى صح. إحنا نحفظه شلون الجي بي إس يسجل ما شاء الله. فلما أنا مثلا أهم شيء قبل العصا لازم أنا أكون أعرف وين تروح العصا، ما تمشيني أنا اللي أمشيها. فإذا أنا ضايع في مبنى معين راح تفيدني العصا أعرف شنو قدامي متر مترين، بس ما راح أعرف مكتب فلان. يعني مثلا أنا أول ما بلشت الحياة العملية قبل تقريبا 4-5 شهور للأمانة ما كنت أستخدم العصا. ليش؟ لأن كنت في جامعة الكويت وكان في طرق مثلا للمشاة وغيره ما تكون مهيئة، بس اضطريت مع وجودي في بيئة العمل اني انا يعني كمحامي اشتغل في الإدارة عندنا احتاج اني اروح اودي اوراق اي اوراق، فالعصات هني وقتها ايش سويت؟ سهل اكثر حفظت المبنى. اول نقطة اذا بتساعدني كمبصر لا تمسكني، عطني العصات قولي اللي في يمين اللي في يسار لين احفظ المبنى. حلو. هني انت تكون قدمت لاكبر مساعده، مو المثل يقول انت اعطيني سمكه افضل ولا انت علمني الصيد. الله. فاذا انت علمتني احفظ انت علمتني الصيد. جميل. فاذا علمتني احفظ هني دور العصا. حلو. اذا مو حافظ المكان العصا ما لها دور. اي فتحتاج في البدايه انك تحفظ أي. المكان. يعني مثلا الاخوان في الاداره عندنا كانوا دائما يحاولون يساعدوني، سوينا علموني أول شيء أماكن المكاتب المهمة، مثلاً مكتب السكرتارية، مكتب الصادر والوارد عندنا إذا أحتاج أطلع أوراق، المكاتب المهمة. حلو. كانوا يعلموني من مرة إلى مرتين إلى ثلاث مرات حسب تعقيدات المكان، كل ما كان المكان فيه لفات أكثر كان أصعب. يعلمك مرة مرتين ثلاث، أهم شيء إنه ما يقودك يعني ما يمسكني، لأن إذا مسكني أنا ما راح أعرف البيئة اللي حوالي شنو فيها. عشان انت بنفسك تتفقدها. بالضبط، اتفقدها شوي شوي مع التنبيه اذا في عوائق او يعني اشياء خطره، بعدين راح تحفظ. حلو. فهذه اكبر نوع من المساعده. ممتاز. يمكن جوري تو ذكرتي موضوع التوجه، شنو المؤهلات اللي لازم تتوفر في مدرب التوجه والحركه؟ طبعا يمكن نفس ما قال اخوي ياسر، يمكن هو قام باجتهاد شخصي، واحنا كلنا يعني في الكويت وفي اغلب دول الوطن العربي نجتهد اجتهاد شخصي بحيث ان احنا نعلم نفسنا ونستعين بالاشخاص بحيث ان هم ممكن يوجهونا بطرق بعد هم اكثر. لكن واقعيا وعالميا وخاصه مثلا الاطفال او المصابين حديثا بالاعاقه البصريه يحتاجون الى ان هم يتعلمون التوجه والحركه، فبالتالي المفروض مدرب توجه الحركة هو اللي يعلمهم. مدرب التوجه والحركة هو شخص مهنته وممارس لهذا العمل، هو هذا عمله الرئيسي الأساسي الأول، فيكون متخصص في التوجه والحركة. مثلا يكون عنده ماجستير توجه وحركة يتعلم فيها حتى أمراض العين، الإصابات اللي ممكن يتعرض لها الشخص، حتى الجوانب السيكولوجية للشخص أو للطفل، مثلا للشخص المصاب حديثا، للشخص حتى الكبير اللي ما تعلم أو ما تعود. فبالتالي يعني يمكن ما يخالف تسمحوا لي ان انا ودي ان وزارة التربية ايضا تدرج ضمن بعثات الماجستير تخصص التوجه والحركة، هو تخصص جدا مهم، ومهم ان الاطفال يعني يتعلمون اكثر فيه مع شخص مختص وعارف هالشيء. هذا وايد راح يرفع من كفاءة الشخص الكفيف بحيث انه هو يكون اكثر تمكنا. هي ما شاء الله تبارك الرحمن. ودي ياسر تقول لي عن دور الدعم الاجتماعي والنفسي في مساعدة الكفيف علشان إنه هو يطور من مهاراته. هو يعني كفيف حالة أي إنسان في المجتمع، بداية يعني تنبع من الأسرة نفسها. الأسرة لازم تعطيه نوع من أنواع الحرية
وايضا بنفس الوقت تكون بشكل امن، يعني بطريقه انه هو يقدر يستكشف العالم اللي موجود قدامه بس بطريقه تكون امنه نسبيا حقه. هذا اول مرحله. نعم. المرحله الثانيه اذا نبي ناخذها بشكل يعني تفصيلي اكثر راح تكون مرحله حياته المدرسيه وحياته الجامعيه بعدين. هني لازم كثر ما يقدر يتعلم الطرق الاجتماعيه وشلون هو يتحرك يمشي هني دور المدرسه. الدور الثالث او المرحله الثالثه خلينا نقول تي في النسبه اللي هو كشخص. نعم. بالنهايه رغبتها يعني؟ طبعا، لان المكفوفين هم مو طابع واحد من الناس. صح. في واحد منهم ما يبي وما عنده يعني قابليه. يعني ما شخصيه بالاخر. اي يعني هي يعني مثلا انا والله اريح لي ان المجتمع يساعدني مثلا بطريقه او يوديني، انا اخاف. هني ما اقدر اقول لا انت قوي وانت لازم تقوم تسويها. لا، هي مساله شخصيه بالنهايه. صح. هو يقبل، في ناس ما يقبلون. صح. يعني انا صراع يومي مثلا بالاداره، ياسر لا تصعد دري لا تنزل دري. المجتمع يساعد، شوف المجتمع من ناحيه يساعد. أي. احنا مجتمعنا مجتمع متعاون بطبيعته. فعلا. يعني ولكن شنو؟ يعتمد على نوع المساعده ونوع تقبل الشخص لها. اكيد اكيد، وهذه هذه نقطه وايد مهمه جوري يمكن ذكرها اخوي ياسر. المكفوفين اللي ما قاعد يستخدمون العصا، شنو ممكن تقدمين لهم من نصيحه؟ ممتاز. أنا للأمانة في البداية ودي أقدم نصيحة حق أولياء أمور الأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر أو اللي أبصارهم تكون مثلا يعني مهددة أن هي مثلا تقل يوما ما. أنتوا بادروا في تعليم أبنائكم هذه المهارة، خاصة مهارة العصا البيضاء، مثل ما قال أخوي ياسر عن فكرة مثلا أن الشخص لا يرغب أو هو ما يبي، يمكن هو يكون ما تعود، وممكن تكون يمكن عنده حواجز مجتمعية تمنعه أنه هو يعني يستخدمها. لكن إحنا لما نعلم الطفل أنه هو يستخدم العصا يكون ماشي فيها أصلاً، هو راح يتعود، الأطفال من حوله راح يتعودون، راح يكون إشارة. أكثر بالضبط، راح يكون أكثر استقلالية، ثقة حتى بحركته، خاصة الأطفال مثلاً من 6-7 سنوات وما أكبر شوية. ما شاء الله. أما الأشخاص المكفوفين فأنا الصراحة أقول أن أول خطوة للتغيير هي المبادرة. نعم. إذا أنا بادرت وأستاذ ياسر بادر وباقي الإخوان بادروا راح نوصل إلى نتيجة جدا مهمة. إحنا دائما نطالب بتطبيق التصميم، خلينا نقول تصميم المباني الشامل سهل الوصول، لكن وتكون دائما رسائلنا مباشرة، لكن صدقوني الرسائل الضمنية هي أسرع وأكثر وأبلغ تأثيراً وأثراً في الوصول. فلما أنا أستخدم العصاية وأخ ياسر يستخدم وغيرنا وغيرنا، فبالتالي إحنا راح نكون موجودين في كل الأماكن. صحيح. في كل الوزارات. ففكرة تطبيق كود البنا وتطبيق تسهيل الوصول في كل الأماكن راح تكون هي فعلياً واقعية، لأن الأشخاص قاعد يشوفون ناس فعلياً قاعد يستخدمون هذه الأشياء ويحتاجون هذا التطوير. جميل. والله بارك الله فيكم ويعطيكم العافية، كنتم رائعين في هذا الحوار، وهذه يعني المعلومات اللي استفدنا أكيد منها والنصائح اللي قدمتوها أكيد من خلال برنامجنا. أكيد أحب أشكر ياسر علي ناشط في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وجوري العزمي مهتمة بالصحة النفسية وأيضا الاجتماعية، كل شكر لكم على كل هذه المعلومات أكيد ونورتونا. شكرا شكرا لكم، وأكيد بكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا المساء من مساء الخير يا كويت. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله، مع السلامة.